أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم في أولى فقراتنا من حلقتنا اليوم في برنامجنا بيت للكل، خاصة في جرش. يا ضارب العود علق دمعتي وترى، إن المواويل أنثى أنجبت قمرة، ودللته ونامت قرب ضحكته، وأرضعته دموع العين والسهرة. يا ضارب العود لي حزني ولي قمري، ولغناء الذي لا يشبه الغجرة، لي صوت مسعود من ميسان يهتف بي، يا أيها الولد المجدود كن حذرة. أعزائنا المشاهدين، خلونا نرحب بالموسيقار طارق الناصر، الملهم الموسيقي للموسيقى العربية، حقيقة ضيف عزيز في بيت للكل، وخاصة نحن نتواجد في جرش. حياك الله ومنورنا. أهلا وسهلا. في البداية مسؤولية كبيرة اليوم، جرش وتحضيرات واستعدادات، ولديك رؤى وأسقاطات خاصة في الموسيقى، كيف كانت التحضيرات لافتتاح هذا المهرجان الكبير؟ أول شيء مساء الخير، نورتنا. والله هو العرض لما يكون أنت عم بتقدم عرض خاص لإلك شيء، بس لما بتكون بتقدم عرض هو افتتاح لمهرجان، وحصرا بالنسبة لنا مهرجان جرش، فهذا كان الموضوع يعني شوي دقيق، ومش أنه صعب بس في له ظروفه وملابساته. كان أهم شيء أنه يكون في تنوع بالعرض كونه هو الافتتاح. ويعني بالنسبة لي نحن بلشنا هون بجرش لمجموعة رم فرقتي من 2003، لكن في هذه الفترة أنا حسيت أنه في بدايات جديدة، هذا الشعور اللي انتابني اليوم يعني وأنا عم بنزل لجرش. نعم. يعني هل بتشعر يعني أستاذ طارق أنه اليوم مهرجان جرش قادر على أنه يستوعب الطاقات الجديدة والتجديد في الموسيقى في الأصوات، وقادر على أنه يقدمها للعالم من خلال مهرجان جرش؟ طبعا أنا بشوفها، لأنه القيمة دائما هي بالمسرح. المسرح بحد ذاته له ذاكرته، وذاكرة المسرح إلى دخل مين النجوم اللي وقف حواليه. يعني مثلا إذا بستحضر أنا هون في نفس هذا المسرح الجنوبي، السيدة فيروز غنت، ونجاة الصغيرة غنت، جورج وسوف غنى، الله يرحمه ملحب بركات غنى. فأنت لما بتيجي على المسرح، أي مسرح، ذاكرت نجومه بتضلها فيه. أنا هيك بآمن، يعني هذا شخصي هيك بشوف الأمور. فبعتقد أنه ليش لا، هو أصلاً جرش مدينة المسارح، فيها مسرحين الجنوبي والشمالي. واحتفائنا برضه بجرش، جرش فيها ميزة أنه هي بتأكد علاقتنا برضه المتوسط، البحر الأبيض المتوسط. يعني إذا بطريق جرش اصلا هي يعني من منظور سياحي، انت لما بتمر فيها زي اكنك في اسبانيا في ايطاليا، في شيء بيشبه السرو والشجر. صح. والزيتون. فهذا الاجمالي كلياته كمكان، تاريخه، اثره، والنجوم الكبار اللي حضروا على مسارحه بيعطيه الاهليه هاي ان شاء الله دائما، هيك بعتقد. نعم. سؤالي يعني، وانت يعني حضرتك بتتكلم والافتتاح اللي كان موجود النهارده والموسيقى والالات والسرديه الاردنيه، فانت بين الفولكلور تحكي، يعني تحكي بالموسيقى الفولكلور وتحكي للحدث بالات كمان لابد اختيارها انها تكون معبره، اختيار طبعا. الاصوات طبعا. اختيار نوعيه الحناجر، الحنجره نفسها هتكون موجوده على طبعا. المسرح تدي هذا الجو، الطقس ده اللي هو مليء بروحانيات على ثقافة على حضارة، يعني إزاي فكرت في شكل الافتتاح بهذا الشكل؟ هلأ حكماً الموسيقى هي لغة عالمية، من هون بتبلش، فأي إشي أنت بتقدمه من خلال الموسيقى، إن كان موروث أو إن كان مؤلفة موسيقية أو مغنى، تمام؟ هو بكل أحوال هو أجنحته هي الموسيقى، فهو والموسيقى رسالة إنسانية ما عظيم. فبتخيل هلا لما بنيجي إخراجيا بيكون في مناطق صعبة، لما بتعمل مقطوعة كلاسيكية موسيقية مثلا من مؤلفاتي، وبعديها بدك تلعب جو في الكلور. صحيح. في الكلور فيه آلات شعبية زي صح. المجوز واليرغول. صح. وفيه انفعالات المسجد القديم كمان. فيمكن أنا كنت يعني متوجس إنه هذا الحكي قديش ممكن يكون سلس استيعابه، بتعرف لأنه أذواق، أنت زي اللي عم بتعمل. أنا بحب أشبه الموسيقى وأدائها بالطعام، لما بتكون في مطعم وبتأخذ وجبات واحدة وراء الثانية وتنزل السلطات حاجات مختلفة. هلأ ما بتحمل أيام إنه تنزل أكلة من نوع معينة قبل شيء أو بعد شيء، نفس الحكاية. أنا كنت خايف من مثلا الفولكلور ما بعد الكلاسيك وهكذا، لكن
بترجع بتثبت نفسها الموسيقى هي صحيح. الرسالة الأصلية يعني عايز أسأل عن اختيارك تحديدا لوائل الفشني نعم يعني مطربنا طبعا الكبير طبعاً. وائل الفشني طبعاً. هل التعاون بتاع طايع والطقس الصعيدي طبعاً. في قرب من الأردن طبعاً. أيضا هذا الطقس شوية هو في قضية كتير مهمة وأنا هاي حبيتها هو غنى معنا أغنية بدوية صحيح هلا اللهجة البدوية قريبة للصعيدي قريبة جدا فهو كان مناسب جدا كان في مزج لا وكان مناسب جدا يعني بلحظة بتحسه انه هو عم بغني واصلا هو يعني بيناتهم البحر الاحمر فانت عمليا عارف انا معجبة بايه يعني مايسترو طارق انا معجبة قوي بانه نحن هنا في مهرجان جرش افتتاح كبير ومهم وحضرتك ايضا يعني في مصر طلبوا انك تكون موجود ايضا في موسيقى مصريه يعني نعم. هذا التناغم والتكامل المصري الاردني والمصري العربي نعم. ويعني احنا بين بلداننا جميل احنا لا ونحن ما لنا حل الفنانين وما في حل من أيوة. مصر هي امنا يعني هي الصناعه الكامله هي بمصر وهذا كلياتنا بنعرف هذا الحكي لكن وائل تجربتي معاه انه انا وياه تروحنا فحسيت عملنا عرض بوادي الرم السنه الماضيه وقلت له ما تيجي تعال شاركنا اجا وفعلا كانت حلوه فحبيت بهذا العرض انه يكون عندنا ضيف من مصر وعندنا ضيفه من سوريا ميس حرب برضه كيف يمكن استفاده من هاي الخبرات كلها اللي موجوده عندنا في الوطن العربي مثلا بعمل عربي مشترك ممكن يجمع نحن اليوم في بيت للكل حاولنا أن نطلق هذه الرسالة بعمل عربي مشترك من جميع الدول وأيضا بالموسيقى هل هناك يعني أمل أو هل هناك مشروع طبعاً. يمكن طبعاً في أمل أنا بشوفه هذا حاصل يعني على سبيل المثال في فرق كثير من الفرق الشابة بالأردن بتشتغل في مصر في شباب كثير من فرق مصر برضو بتيجي على الأردن طالما هن شوف الشباب طالما هن في ركح نحن بنسميه ركح اللي هو المسرح طالما في ستيج يعني يوقفوا عليه ويقدموا شغلهم هذا مهم لكن الرساله الميديا هي اللي بتتمم الرساله هاي بكل الاحوال يعني تنقلها. لما بتعمل كونسرت بحضرها 3-4000 10000 سمي ما شئت بالاخر بيروحوا على يوتيوب ما بيعرفوا باقي الناس في ناس بالملايين بتتابع شغلات على تلفزه صغيره اليوتيوب وخلافه تمام فالانتشار بالنسبة لنا الموسيقيين كان في لنا منفذ اللي هو من خلال الموسيقى التصويرية هذا ممر وأنت كبير. يعني أخصائي وعالم في الموسيقى أنا التصويرية لا بشتغل فيه 30 سنة الحمد لله وما زال الواحد بتعلم بالمناسبة صدقا يعني أنا آخر مسلسل عملته ما زال الواحد بتعلم لكن بالنسبة للشباب الجداد يمكن لازم هاي الجسور بين الإعلام والشباب اللي عم بصير معاهم لازم تنبنى أكثر بتخيل هاي بعد فتره بتصير هلا في مقوله علميه بيحكوها انه الموسيقى هي السبيل الوحيد لغناء ذكرياتك عبر الزمن فهي مرتبطه بالزمن يعني انت ممكن تتذكر زي العطر ممكن بعطر معين تتذكر قبل 30 سنه شيء صار تستحضر اللحظه كلها كذلك بالموسيقى فيعني استخدام الموسيقى انا برايي لازم يكون لسه في وعي اكثر لانه الموسيقى جايه بالمستقبل يعني واضح انه هي اللي جاي يعني غذاء الروح يعني طبعا 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 استاذ طارق نتحدث مثل ما تحدثت شافكي وايضا ياسمين وابراهيم الموسيقى الخاصه بكثير من التايتلات والمسلسلات والاسماء لديك تجارب عديده ومهمه والاهم الملك فاروق تجربه غنيه كانت وثريه بالنسبه للموسيقى تحكينا شوي عن هذه التجربه والله خصوصية التجربة هاي كانت إنه كنت عم بعمل عمل عن مصر وعن شخصية يعني مهمة من تاريخ مصر واللهجة مصرية وكان أول عمل مصري عم بشتغله بصراحة كان في تحديات كبيرة بكل مراحل العمل لكن أهمها كان إنه أنا كيف بقدر أوصل للجمهور المصري ومصر عندها كل الأسماء العظيمة طبعاً عرفت كيف؟ فهذا كان صراحة كان حساس وصعب فاجتهدت بكل ما يعني كل شيء بعرفه غيرت مثلاً موقع التصوير عفواً موقع التسجيل أنا لما رحت على التصوير أنا دائماً لازم أروح على التصوير بكل المسلسل بلهمني ما بعرف شوف بيئة المكان بشوف المخرج بشوف الممثلين بقرب أكثر من العمل على أثرها اللي حسيته أنه لازم أنا أستخدم موسيقى أوركستريشن تمام؟ الفترة الزمنية اللي بحكي عنها الأربعينات كانوا الموسيقى التصويرية اللي استخدموها للأفلام المصرية كلها موسيقيين يكونوا أوروبيين عايشين في مصر صحيح. يونان وطليان وعايشين في القاهرة وبيشتغلوا بالبرودكشن تبع السينما الأعمال السينمائية اللي بتصير حتى بوزعوا في أعمال كتير سينمائية التوزيع بتلاقيه واحد صحيح. أوروبي تمام؟ هاي الطريقة أنا اقتبستها ورحت سجلت الموسيقى عن ناس مش شرقيين عرفت كيف؟ كان تسجيل بأذربيجان
ومن يوميتها بصراحة هذا فتحت لي باب كبير إنه صار في عنا تسجيل حتى أوركستريشن داخل العمل. ممتاز. العمل أخذ جائزة أحسن موسيقى تصويرية. صحيح. في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون وبصراحة كان إلي هيك يعني عمل كبير فتح لي باب غير أنا حبي لمصر وحبي للنيل، بس حسيت إنه يمكن قدرت أندمج لو لفترة محددة ضمن هذا العمل. بصمتك دائما حاضرة لا شك بأنه كل عمل طبيعي. أكيد أنت جمعت خبرات، ولكن حتى في الأعمال السابقة كانت بصمة طارق الناصر موجودة يعني مختلفة دائما. طبعا عاشت معنا صح؟ عاشت بطفولتنا وعاشت أكيد. طبعا لأنه كله امتداد لبعضه، ما في شيء الفنان أصلا هو امتداد للي قبله. صح. يعني إذا بدنا نحكي يعني بصراحة طبعاً. المؤلف الموسيقي هو مش نفسه، هو عمقه بتلاقي فيه 13 مؤلفين جواته. أكيد طبعا. يعني أنا بشكرك جدا والحقيقة يعني حضرتك ذكرت بأنه كانت فرصة أنك تبقى موجود في مصر. لا مصر دايما ما بتشوفش جنسية الفنان خالص، مصر يعني تهتم بالفنان يعني طبعا. يعني الباسبور ما بين الجمهور حتى وما بين الفنان هو الفن والثقافة هي والموسيقى. أكيد الموسيقى والموسيقى دائما طبعا شوية طبعا. اللغة الأهم تحية غذاء الروح عموما وجودنا هنا كبيت للكل بدولنا العربية بمايسترو بيقدم هذه الموسيقى هو التكامل اللي كلنا دايما بنحلم بيه. أنا بشكرك شكرا جزيلا، أنت نورتنا أكيد وكان افتتاح مشرف، ونتمنى لك التوفيق دايما. نورك شكرا. أكيد بدنا نشكرك الأستاذ طارق الناصر والموسيقار على وجودك معنا اليوم في يوم مميز في مهرجان جرش وتحديدا في هذا المكان.